بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى الصورة الموالية. هناك رجل طرح علينا سؤال: ماذا يفعل هذا الرجل؟ بالإضافة إلى السؤال الثاني: قدم له نصائح للمحافظة على الغابة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ جود، يفعل هذا الرجل إنه يكسر الأشجار. إنه يكسر الأشجار؟ لا، إنه يكسر يقطع أغصان الأشجار بالمنشار. يقطع أغصان الأشجار بوسيلة اسمها المنشار. المنشار. الآن ما هي النصائح التي نقدمها له للمحافظة على الغابة؟ من يعطيني نصائح للمحافظة على الغابة؟ نعم، ألا نرمي فيها الأوساخ. ممتازة، عدم رمي الأوساخ. أميرة، الغابة كيف نحافظ عليها؟ لا نكسر الأغصان. عدم كسر أغصانها. نحافظ عليها. كيف نحافظ عليها؟ مثلا عدم إشعال النيران هناك لأنها تسبب الحرائق. نذير، عدم نزع الأوراق. عدم نزع أوراق الأشجار. نعم، عدم مخالفة قواعدها. نعم، عدم مخالفة قواعدها. نعم، لا تقطع الشجرة لأنها تعطينا الأكسجين. ممتازة، أهم شيء للغابة أنها تعطينا الأكسجين. أحسنتم.